مرحبا بكم. اليوم سي تروازيام جوال اللي راح يسني في مولد الجزائر. هو جابو لاعب كبير كوني معروف بالاخلاق تاعو ولا باللعب تاعو. ونتمنى له ان شاء الله معنا ان شاء الله نتمنى له التوفيق ومولد الجزائر تربح على جابو وجابو يربح على مولد الجزائر. ونخلي الكلمه لخويا جابو تفضل. بون السلام عليكم. يعني نشكركم على هذا الترحاب يعني الكبير اللي اليوم شفتوه من اداره مولدي الجزائر. وانا يعني راني فرحان بزاف باسكو اليوم راني في جيت من فريق كبير لفريق كبير ثاني مولدي الجزائر. ان شاء الله نكون في الخير ان شاء الله على الفريق هذا ونعاونوا الماكسيموم بالخبره تاعي وباللعب ان شاء الله في الميدان. والتوفيق من عند الله ان شاء الله. سي فري الحاجه الاولى هو مكتوب ربي. سي فري كل عام يعني كان لي اتصال من مولدي الجزائر ما كتبش ربي. العام هذا الحمد لله اليوم راني في المولوديه ومن هذا النقطه صافي ديجا 3 لا 4 تلاقيت مع ما بريزيدون ستيف وطلب مني نجي لمولدي الجزائر. قلت له نوعدك يعني كان هذا وعد مني باللي نجي نلعب في مولدي الجزائر. مع الرجوع تاع البريزيدون اليوم جابوا انا مسؤول في مولدي الجزائر. جابوا واقيلا سات ايام في الاستغلال مورا هذوك الناس اللي كانوا في مولدي الجزائر. سما نحكي جابوا هذا ماهوش جابوا لو كان جات في الدراهم يروح للوداد البيضاوي يروح للسعوديه يروح الامارات صح ولا لا؟ تسمى هنا حكايه هذه. تسمى كاين ناس مصنوعين للدعايات. اليوم جابوا هذا جابوا ما يحكوش على الدراهم خاطر يقول كل ولو مبلغ خيالي يروح يدي في الوداد يجي عنده عمر يدي مبلغ خيالي ولا في مولد الجزائر علاش يجي؟ تسمى قلت لك كاين ناس تحب لانستابيليتي ماشي لاستابيليتي. نقول لهم اليوم جابوا راهو هنا في مولد الجزائر وجابوا انا تكلمت معه صافي 3 سنين 4 سنين راهو هنا ينجم يقولها لك. وجابوا كي عاودت وليت لمولد الجزائر كنت ناوي باش نجيبو كنت تكلمت معاه وجابوا لو كان حبيت باش نديكلاري السمانه اللي فات بلي جابوا كان في مولد الجزائر كنت نقول خليت الوقت كيما اليوم ويكونوا خاوتنا كاع الناس ونعلنوا بلي جابوا في مولد الجزائر باش هذوك الناس ينحوا الكلام هذاك الكلام هذا مبلغ خيالي. سي بور سا اللي جاوبت قلت له سامحني نجاوب هذاك عينو في الدرام يروح ايور ما يجيش لمولد الجزائر. سي فري باسكو نسمع في واحد لي شيفر عباك سمعت واحد لي شيفر مش نورمال. انا والله عمري ما شفت اقل ما يتقبلهم 500 مليون 400 مليون 320 مليون كتبوا 320 مليون كتبوا وكون جو نقولوا الجانب الرياضي ان جورنالي سبورتيف واش دخلوا في الدراهم؟ سقسي جابوا لاعب في لعبه يجي يلعب واش دخلك في الدراهم انت؟ تريزور انت ديكتور فينونس ما عندكش انا اشتغل عندهم هذوك يجي ستري جابو شحال سنين واش دخلك فيه جابو سنيه؟ جابو سنيه عامين جابو لاعب في لعب اللي ما عادش يلعب اسكي يجيب البلوس اسكي ما يجيبش البلوس. مالوريزمون سامحوا فيا مانيش حاب نحكي مانيش حاب نحكي باسكو اليوم راني في فريق مولدية الجزائر. سي فري السؤال الاول تاعك سي فري انا يعني الاول اللي قنعني هو البريزيدون. ثانيا عندي يعني صحاب يعني في زوار يلعبوا في المولودية منهم عبد الرحمن حشود اللي سمع عاوني بزاف وشكر لي بزاف هذا الفريق. وان شاء الله احنا راني قلت لك انا نولي حبيت برك نولي والله حبيت نولي سؤال تاعو باسكو والله الحاجه هذه قلقتني بزاف. انا كما قال البريزيدون كون عيني في الدراهم روح نلعب في الخليج دوك نخرج ونوري لك المبالغ الخياليه تاع الصح اللي راهم يهضروا على بالي ماشي انت نحكي عن الناس اللي هضروا مش نحكي عليك انت خويا. ثم قلت لك تشوف مبالغ خياليه تاع صح. انا الحمد لله يا ربي انا جاي الفريق هذا باش نعاونه مانيش راني نقول لك انا هو الفريق وده الذي وعدته لازم بالمعاونه تاع الناس كامل باللاعبين بالانصار بلي ديريجون لازم نمدوا الصوره الحقيقيه تاع الفريق هذا ان شاء الله. هذا هو لوبجيكتيف بيان سور. يعني اي فريق يتمنى اي لاعب يتمنى يلعب في فريق كيما مولدي الجزائر. انا قلت لك مكتوب ربي ما خلانيش نجي يعني قبل العام هذا. اليوم راني هنا ونعرف واش راهو يستنى فيا
سمع على بالي الانصار تاع مولدي الجزائر واش راهم يستناو من عندهم ونجاوبوا ان شاء الله نكون عند حسن الظن ان شاء الله ونديروا يعني سيزون شابه ان شاء الله. والله واش درت مع الفرق اللي لعبت فيهم كامل حاب نديروا ان شاء الله مع المولودية. انا جامي لا يعني ايكيب لعبت فيها وبخلتها يعني بالشيء اللي نقدر عليه ان شاء الله المد اللي نقدر عليه واكثر ان شاء الله. الحمد لله يا ربي انا لعبت في فرق يعني بريس كامل فيهم ضغط واني قلت لك قبيل انا جاوبت على السؤال قلت على بالي يعني واش راهو يستنى فيا في الفريق هذا ان شاء الله بالمعاونه تاع الناس كامل ما يكون حتى ضغط ان شاء الله. فيما يخص وفاق سطيف الناس كامل يعني سكان وانصار وفاق سطيف يعرفوا واش كاين بيني وبينهم يعني اني هنا أنا في مول الجزائر عن قناعه يعني متقنع وما عندي حتى يعني حاجه فرصتني باش نجي الفريق هذا جيت عن قناعه. بالك كاين ناس ما على بالاش كازوني دربني في النادي الافريقي كنت دربت عليه مده شهرين دربت معاه مده شهرين سي بور سا يعرفني ويعرف امكانياتي تاعي ثم راح نكون ان شاء الله مستريح معاه. جابو عنده خبره لعب كوب دي موند ماشي دوك احنا نجاملوا احنا مولود الجزائر راك تشوف الاستخدامات اللي انا ندير فيها من الاداره تاع مولود الجزائر شغل استخدامات مدروسه شوف اللاعبين لي سينيو في مولود الجزائر علاطي ابراهيمي جابو وكاين تما زوج واحد اخرين ما تعرفهم شغل تما كاع ولاد فاميليا ويعرفوا يلعبوا كرة القدم ولي يشرفوا مولود الجزائر ويفرشوا تما كيما نقولوا يشرفوا الشعب تاع مولود الجزائر بركات هذاك الشيء اللي كنا شفناه حنا ماذا بينا دوك اليوم الحمد لله مولوديه هضرنا ان افونسي وعندنا ستاف تكنيك الناس كاع تعرفوا كيفاش يخدم ستاف تكنيك بيان لي ستاج تاع مولوديه الجزائر واجدين اللاعبين اللي تما اللي فيزيناهم باش نجيبوهم الحمد لله ربي مقدرنا باش هذوك اللاعب اللي درناهم في راسنا راهم جايين يبقى لنا لاعب ولا زوج بالك لاعب افريقي ولا ان شاء الله الا كتب الله كاش بون افونسونتر اللي والم الفريق عندنا شويه وقت 10 ايام ولا 15 يوم ان شاء الله نزيدو نكملوا هذاك اللاعب ونغلقوا القائمه. يعني ندير براسار ما باسكو كاين اللي قبلي كاين يعني دي جوار قدم عليا في ليكيب هذه هما اللي يستاهلوا دي براسار بصح انا الحاجه اللي نوعد بها الديريجون والانصار والله ما ندخل يعني ما ندخل الفريق هذا باي حاجه نقدر نديرها ان شاء الله. اون 2013 كان جليت احسن مهاجم كان جليت ماركا العجب وده هو ميور بيتر اون 2016 كي جيت كان ميور بيتر كان واسمه تاعنا زرداب ومن بعد كتب ليسا خاطر تعرف تشوازي اللاعبين خاطر المولوديه تعاود تولي لور عامين كانت دوزيام دينا لاكوب كانت دوزيام كانت كاليفي كارد دو فينال وكانت في الشامبيونز ليغ المولوديه ما كانتش دارني ومن بعد انتم حاسبوا روحكم في هذ العامين 18 شهر واش كان في المولوديه دوك المولوديه رانا نديروا راسي نسمو تسمى رانا عاودنا المولوديه نعاودوا فيها مدار وجديد لا لي وكيف هذا كما جبناش جابو كيفاش جبنا الجوار راكم راش ندرسوا ما نجموش نجيبوا سي بور سا ديك السمانه اللي فاتت كلمت لهذاك السيد اللي كان يكتب على اللاعبين واليوم مولوديه ما هضرتش عليهم كيكون حارس دوك انتوما كاعلاميين كاين زوج حراس ولا ثلاثه اللي ملاح مولوديه تخير واحد ولا زوج الملاح تجيبهم هذه باينه راه فيها حتى ماهوش بروبليم هذا دوك جابو سي تابير جابو سي تانديس هو سي تانديس ماشي في التريكو برك ايه ماشي في التريكو تسمى اللي فاهم فيك جابو ديس ماشي في التريكو جابو سي تانديس سي تان مينور دو جو جابو جاز مترف جاز مترف دار لي بوجو تاع مولوديا 2012 2013 فهمت خويا معمر ماشي باب بن علي مازال بن علي لعب فيه وقت جاز مترف جاز وتما نحكيك وقتي لا بيريود تاعي هنايا هو وقته معمر كاين بيريود وجات بيريود تاعنا حنا بيريود تاعنا اللي قلت لك تسمى نحكيك واحد عنده ان كانت قلت لك مترف حسين كان يطير وجابو تما غني عاد تعرف معروف تما ماشي لازم ندير له 99 جابو سي تان ديس سي تان مينور دو جو كيما كان يحكي خويا مالغي في ليكيب في ليكيب يميتريزي ليكيب سي تان مينور عنده خبره يقدروه يعرف يلعب فهمت كيفاش سي بور سا قلت له راسي نسمو تاع مولوديا رانا نعاودو ليكيب باذن الله هذا الفريق تاع هذه السنه هذه ان شاء الله الفريق هذا انا رايحين تسمى فريق مليح به بسطاف تكنيك بالناس اللي يدوروا به باش الفريق هذا يروح فير لافو باسكو حنا عندنا سونتينر العام الجاي ان شاء الله ولما لا هذا الفريق هذا ينوض نوضه مليحه ان شاء الله الا كتب الله. بيان سور سبب من الاسباب باسكو تلعب قدام
60 ألف متفرج وتلعب قدام 5 ألف متفرج مش كيف كيف. المشكل مش في هذه المشكل، اسكو نطلب ربي ان شاء الله يقدرني باش نفرح هذا الجمهور. نو ميساج انا الانصار مولي الجزائر هما ما يسمعوش واش راهو يتقال اغوش ادروات، لازم نديروا اليد في اليد ونتحدوا كامل باش يعني نفوتوا عام شباب اللي يستاهلوا هذا الفريق ان شاء الله. حاجه عاديه نورمال، انا لوبجيكتيف اللي كنت حابه في ليكيب ناسيونال درته الحمد لله يا ربي. الحمد لله. احنا نتمنوا الفريق تاعنا احنا كلكو سوا نكونوا فيه ولا ماناش فيه، احنا رانا جزائريين وكامل نحبوا الفريق الوطني، نتمنوا له كل خير ان شاء الله، ان شاء الله بوركوا با يجيبونا لا كوب دافريك ان شاء الله. يفالي كيل سوا يعني اونريشي اونريشي جو دير مالغري توت ليكسبيريونس كيل ا يو الى ماركي لو بوت كونت لالمان ها يو زا في بليزير يو زا في ريفي الى في لي بوجور اسيتيف الى في لي بوجور دون دوت كلوب اترونجي بصح لا كارير تاعو راهي زادت ان شاء الله تزيد تطلع كي جاو الى بورتي بورت لو تريكو تاع لو مولوديا باسكو لو مولوديا سي ليستوار دو لالجيري كي فو روتونير اي دون ليستوار دو جابو كي في بارتي دو سيت الجيري دو فوتبول اون ديرا ان جور بلي كيما قلت مع عمر دركا لو نيميرو 10 ولا لو مونور دو جو كيل كو سوا اكس سرا مسيو عبد المؤمن جابو اي كيما قال الشيخ عمر سي ان ريكروتمون ايتودي sur un projet sportif bien planifié avec famille avec l'entraîneur en chef avec le staff complet ou اليوم كيما يقولك سي فري كو رانا رايحين يعني مولو مولو كيما قال الشيخ عمر يا ان اسينيسمون كي اون تران دو سو فير ان غران اسينيسمون فهمتني مي لا كونتر بارتي صبروا نتوما شويه اي او فور ا ميزور سو سرا دو غران بيبيت كيما كي فون غرافيتي اوتور دو جابو اي كي فون اوفرير ان نوفو فيزاج تاع لو مولوديا دالجي bien sûr porté par un public qui me dit féerique et magnifique. Et nous, donc, Inch'Allah, on a fait la compilation et l'osmose le 5 juillet, Inch'Allah, Djabou fera les beaux jours de la Jemaat, et nous avons tout le monde, et nous avons fait le faire. صح اخويا مبروك يا الله مبروك يا سلمان على عمك الحاج على عمك حامد وعلى عمك حامد مبروك C'est bon ici. C'est bon. Oui,